السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تويتر نزلت النموذج اللغوي جروك 2، وتقدر ان انت تستعين بيه في حاجات كتير جدا. ممكن يكتب لك اكواد برمجية، ممكن يعمل لك صور، ممكن تسأله ويجاوب عليك، او حتى الان متاح للمشتركين في التويتر. لو قلت له تراي اون اكس هيفتح لك الصفحة ديت، فانت ممكن تخش له من x.ai او x.com وهتلاقي جروك 2 هنا. تقدر تعمل صور جميلة جدا وقوية جدا وما فيهاش اي علامه مائيه. تقدر ان انت تساله اي سؤال، ممكن تخليه يعمل لك الايميل بتاعك، ممكن تخليه يعمل لك الاكواد البرمجيه، لكن ده للمشتركين بس، عكس بقيه الحاجات التانية اللي احنا جربناها كلها ببلاش. هنا البلوج هتلاقي ارتكلز كتيره ومقالات كتيره عن موضوع جروك الذكاء الصناعي القوي، وهنا كارير لو انت عايز ان انت تقدم في الوظيفه وتشتغل معاهم هناك في الشركه بتاعتهم x.ai. فهو اصلا قائم على ايلون ماسك، يعني بقيادة ايلون ماسك رئيس تسلا ورئيس سبيس اكس.